اهلا يا دراغ، ما عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه شجره العيله. فقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجه هنعملها نعمل الجذر بتاع الشجره او ساق الشجره. هنعمل زي شكل منحني لفوق كده. بعدين هنعمل اول مستطيل. طبعا انت بتزود المستطيلات زي ما انت عايز، انا بوريك الطريقه وانت تكمل او تشتغل يعني بقى على حسب اسماء العيله عندكم. بعمل اول غصن واعمل عنده مستطيل بالطريقه دي اهو زي ما انت شايفين. بعدين هعمل اكمل غصن كده، شوف تكملته فين. طبعا ما بعملش الغصن بعيد عن الغصن اللي جنبه، يعني لازم يبقى فيه تناسق. بعمل هنا كده حتة بعمل عليها ورق شجر الطريقة دي. هنا برضو اعمل مستطيل جنب التاني الطريقة دي. رسم النهاردة سهلة زي ما قلت لكم، التخطيط يكون بقلم 2H، التظليل يكون بقلم 2B. اللي ما عندوش ولا ده ولا ده قلم HB، بس هتخفف ايدك في الاول وتقل ايدك بعدين. عملت مستطيل تالت، بعدين هعمل الغص اللي طالع من المستطيل اللي فوق الطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تقولولي في الكومنتات لو عندكم اي افكار فيديوهات. عملت برضو غصن كده طالع عشان اعمل عليه ورق شجر. الورق شجر هنعمله في الاخر. هنا هعمل مستطيل تاني، بعدين هلف بقى من الجهه بتاعت الشمال. هعمل هنا مستطيل جنب المستطيل اللي احنا عملناه الطريقه دي. بعدين هعمل غصن كده من المستطيل اللي احنا عاملينه، وهعمل غصن تاني. الحاجات دي انا هعمل عليها زي ما قلت لكم ورق شجر. طبعا احنا بنعمل التفريعات زي ما قلت لكم زي ما احنا عايزين، يعني انا هعمل مستطيل تاني. وبعدين اعمل بقى اخر الغصن. اخر الغصن هو اللي هيكون عنده ورق الشجر. بعمل هنا مستطيل كمان الطريقة دي، وبعمل عنده اخر الغصن برضو. اعمل هنا برضو مستطيل الطريقة دي، وبعدين اكمل فوق. طبعا في تطويرات كتير جاية ان شاء الله في القناة، ياريت تكتبولي تحت لو في حاجة عايزيني اعملها على القناة. بظبط كده كام حاجة ان شاء الله تعجبكم جدا، وهيبقى فرق كبير قوي في القناة الفترة الجاية. بس اظبط بس كام حاجة كده وهتشوفوا الفرق. عملت مستطيل فوق في الشجرة من فوق الطريقة دي. هبدأ دلوقتي اعمل الغصن اللي في النص التاني اللي جنب اللي احنا لسه عاملينه زي ما قلت لكم. يا ريت تكتبوا لي اي افكار عندكم في فيديوهات، يا ريت تكملوا الفيديو للاخر. ما تنسوش اللايك عشان في ناس كتير بتتفرج من غير ما تحط لايك، فاللايك من الحاجات اللي بتشجعني ان انا اكمل، فما تنسوش اللايك. نكمل الغصن التاني. هنعمل خط من نص المستطيل اللي احنا لسه عاملينه، وهنعمل خط من جنب من نفس الجنب بتاع الغصن اللي في النص. وهعمل مستطيل، وبعدين هعمل غصن تاني طالع من الزاوية بتاعت المستطيل ده اهو بالطريقة دي. وهعمل مستطيل هنا، بعدين هعمل الحتة دي ان هي هتبقى زي اخر الغصن بتاعي. اعمل عندها ورق شجر وكده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشجرة بتبقى بسيطة جدا، وفي المستطيلات دي بنكتب فيها الاسماء بقى. هنا هعمل مستطيل كمان من الغصن اللي احنا لسه عاملينه ده، وبعمل اخر الغصن بالطريقة دي من هنا. اعمل حتة تانية كمان الطريقة دي. بنعمل تفريعات كده بسيطة
واطلع من هنا غصن كمان الطريقة دي، اعمل عنده مستطيل ونعمل هنا بقى خط مستقيم، هنعمل منه مستطيل فوق خالص الطريقة دي، ده يبقى اعلى مستطيل في الشجرة. زي ما انت شايفين كده بعمل بقى شوية ورق شجر. دلوقتي الورق الشجر هنعمله عبارة عن نص دايرة ونص دايرة، وطالع منها كده خط مستقيم اهو بالطريقة دي، نص دايرة نص دايرة نص دايرة نص دايرة. هنعمل اوراق شجر بقى حوالين المستطيلات وعند اخر الغصن اللي احنا عاملينه. اللي عنده اي استفسار عن الرسمة او اي استفسار عن القناة او اي حاجة يكتب لي تحت في الكومنتات. اللي هيطبق معايا على الفيديو يبعت لي الرسمة على حسابي على الانستجرام او يعمل لي منشن على الانستجرام، ينزلها عنده ستوري ويعمل لي منشن. بعمل هو ورق الشجر زي ما قلت لكم عبارة عن نص دايرة ونص دايرة، بعمله في الشجرة كلها في اخر الغصن، يعني لما اشوف غصن في اخره بعمل عنده ورقة شجر الطريقة دي. بعمل عند الغصن اللي فوق على الشمال اهو، نعمل عند كل غصن تقريبا 3 او 2، ده المتوسط. فلما تشوفهم جنب بعض هتلاقيهم عاملين منظر جميل. في حتة بزود لها كده اخر غصن، يعني حاجة بسيطة كده، حاجة رفيعة، بعمل ورق شجر زي ما انت شايفين كده، بزود ورق الشجر، مش هعمل في كل مكان، انا بس بعمل في اخر الشجرة. وبعمل هنا برضو حتة غصن وبعمل عليها ورق شجر الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعمل هنا برضو شوية ورق صغير كده، ورق عند المستطيل ده بس. خلاص كده يعتبر الرسمة خلصت. اتمنى يا رغم الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.